قبل ما تحكم على سيدي جديد نازل على السوق، وخاصة إذا عم تسمع نوع موسيقى جديد، اسمعه على القليلة 3 مرات وقرر. بدنا مصلحتك. وقبل ما نتابع فقراتنا من قرب الاستوديو، رح نروح سوا بها الجولة على صالات السينما مع غيدا. Are they still following us? ضمن أفلام هالأسبوع، فيلم انتقل من المسلسل التلفزيوني اللي اشتهر بالستينات The Man from Uncle أو United Network Command for Law and Enforcement للسينما، مع عميل بالسي آي آي الأمريكية وعميل بالكي جي بي الروسية اللي عم يتحدوا لمكافحة منظمة إرهابية غامضة عم تشتغل على الأسلحة النووية، مع هنري كافيل، أرمي هامر وهيو جراند، والإخراج لغاي ريتشي. ولمحبي أفلام الرعب، ومن بعد سينستر بال 2012 بيعود سينستر 2 من المكان اللي توقف فيه بأول جزء، عن والدة شابة وأولادها التوأم اللي بينتقلوا على منزل ريفي في خطر الموت، مع جيمس رانسون وروبرت دانييل. ولكل يلي بيحبوا دايما يعرفوا شو في اصدارات جديده من الكتب، الكتاب يلي اخترناه اليوم كمان هو باللغه الانجليزيه. الكتاب بيحمل عنوان The Underground Girls of Kabul. الكاتب هو جاني نوردبرغ. الكتاب عم ينقل الصوره اذا بدكم المخفيه شوي لبعض العادات يلي موجوده بافغانستان، وهالعادات هيدي لها علاقه بولاده الصبيان والبنات. الكاتب عم يسلط الضوء على هالامور هاي يلي بيقول فيها انه وقتها بيكون في ولاده صبي معناتها هيدي فرحه كثير كبيره بالعائله، وقتها بيكون في ولاده لبنت هيدا شيء يدعو الى الحزن العميق بقلب العائله. انما اليوم في طريقه جديده لتربيه الاولاد، هي طريقه ثالثه عم بيقولوا او شكل اخر من الاولاد يلي هن مع ولاده فتاه، انما بيتم تربيتها على اساس انه هي صبي. كيف بيصير ووين بتروح الأمور وتقدم هالفتاة إلى المجتمع على أساس أنه هي صبي؟ شو هين التفاصيل؟ كيف بتعيش؟ شو بيصير؟ عم بيجرب إذن الكاتب جاني نوردبرغ أنه ينقل هالأمور المخفية جدا بتفاصيلها، وكيف ممكن أنه النساء بهالبلد يقدروا بيوم من الايام يحصلوا على بعض الحقوق يلي هي ممكن انهم يحصلوا عليها ببلد غايبه عنهم كليا. لكل النساء كبار او صغار غايبه عنهم الحقوق، وهن بيتمتعوا بقليل قليل جدا 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 من الحريه. كيف بتصير هالتربيه يلي حابب انه يعرف؟ طبعا الكتاب The Underground Girls of Kabul هو موجود بالاسواق. رح ننتقل هلا مره من جديد لعند الشيف فريد مع رشيد ملح. بدكم تركزوا معي كثير لانه رح نعمل 100,000 شغله بنفس الوقت، اوكي؟ في عندنا هون مقلايه حطينا بقلبها زيت زيتون كرمال نقلي للدجاج تبع السيزر، في عندنا هون طنجره كمان حنحط دجاج بس هالمره الدجاج حيكون للطبق الاساسي اللي هو الدجاج بالفطر، وفي عندنا هون بصل منسف نرجع منولع تحته تنكمل ونفرجيكم شو عندي ببالي. اوكي رجعنا ولعنا تحته، هون الزيت تبعنا حمي صار فينا نحط له شرحات للدجاج، مثل ما انكم شايفين قطعت الدجاج على شاورما افضل تقطيع للسيزر سالاد. هيدا اول سبب، ثاني سبب هو انه كل ما قطعنا الدجاج كل ما استوى معنا اسرع. اوكي من بعد ما حطينا الدجاج نرجع هلا بنحط الدجاج الثاني يلي هو الدجاج تبع الطبق الاساسي يلي حياخذ وقت شوي اكثر بما انه ما قطعناه شرحات. نحط السفاين مثل ما هن في زيت الزيتون، نرجع اكيد بنولع تحت الزيت فيحمي احسن. نرجع هون بالطنجره الثالثه البصل تبعنا صار عندنا زيت رجع حمي، مثل ما شفتوا ما اعطيت لون للبصل، سبب بسيط انه ما بدنا اياه يكون كاراملايز، ما بدنا اياه يقرقش ابدا، فنحط له هلا نضيف له كل قشر الفطر. الفطر مثل ما فرجيتكم مره بنقيم الكعوبه
منقيم كمان القشره منقشر الفطر فطر فطر، بدل ما نكب القشر ونكب الكعوبه بنستعملهم تنعمل باز الصلصه تبعيتنا. الصلصه تبعيتنا حتكون كمان مع الكريم فريش. قبل كل شيء اكيد بنزيد رشه ملح، بنرش كمان فوق الدجاج رشه ملح، وكمان فوق الدجاج الثاني. نرجع نحرك طبيعة الحال، نحرك فوق الدجاجتين، نرجع هلا ركز اكيد انه ماشي يحترق ماشي يعلق بكعب الطنجره. نرجع نضيف فوق خلطتنا شوية كريم فريش، كمان خلطتنا تقطع بعدين بالميكسر بكل سهولة، فنرجع نحطها بعدين مع الدجاج ونكمل الخلطة تبعيتنا. بنرش شوية بهار، بما انه ما رح نترك هيدي الطنجرة على النار وقت طويل، معناتها البهار ما حيخسر من طعمته. نرجع هون بنقلب كمان الدجاج، شفتوا كيف بلش ياخد لون؟ بلش يتغير لونه بكل سرعة، مع انه هيدا الدجاج اللي ما قطعناه بنشوف انه لونه بعده هو ذاته. بس تفرجيكم الفت لكم نظركم قديه الاستوى اسرع وقت الواحد بيقطع شرائح. نرجع بنخلي هالثلاث طناجر ينطبخوا مظبوط ياخذوا وقتهم. بهالوقت نحن كمان نضيع وقت، شو بنعمل؟ بنبلش بالتيراميسو. التيراميسو تبعنا في عنا اول شيء بسكوي اصابع الست او ليدي فينجر يلي هو هون شايفينه مهروس كثير. اها هيدا لانه حطينا له قهوه، فيكم تحطوا قهوه عاديه بتشربوها بكره، فيكم تحطوا قهوه تركيه بس ساعتها اكيد طعمه بتكون شوي قويه، فيكم تحطوا اسبريسو مثل ما التليين بيعملوا عاده لجاتو التيراميسو. بنحط ربع كوب وبينهرسوا لوحدهم بعدين بلا ما حتى نشد عليهم، ما علينا غير انه نخلطهم، بيصفوا بياخذوا هاللون وبياخذوا كمان هالملمس يلي مثل ما انكم شايفين جاي مهروس على مطبس. هيدا اللي بدنا اياه كثير منيح. برجع هون حاطط انا جاط، بالجاط تبعي رح حط صفار البيض، في عنا صفار ست بيضات، في عنا كمان ثلاث ارباع كوب سكر. برجع قبل كل شيء بنحط شوية فانيل، عم حط تقريبا ثلاث ارباع ملعقة صغيرة. نرجع هلا بنحرك ناخذ شيء تخفق، نحركهم شوي نخلي اكيد كل شيء يندمج مع بعضه. مثل ما ذكرتكم بتصور كان نهار الجمعة اذا ماني غلطان، ايه الجمعة يمكن، انه في شيء اسمه كوكشن بالطبخ يلي هو طبخ طبخ مكونة بالسكر او بالحامض، الحامض من وراء الحموضة تبعيته والسكر، بما انه السكر مع البيض بيعملوا كيميكال رياكشن او بيعملوا عامل كيميائي بيخلي البيض ينطبخ لوحده. عم نحكي عن صفار البيض. هيدا اللي عم نعمله هون، شيء انه بنخلص من عمليه تحريك البيض تبعنا مع الفاني والسكر، بنضيف فوقه الحليب مع الكريم فريش، ومنضيف فوقه كمان جبنة الماسكربوني. اوكي هون عم بحط تقريبا كوب وربع كوب ونص. نرجع نحرك كل شيء مع بعضه حد ما يندمج. طبيعة الحال فينا نعمل كمان هيدا الشيء بالخفاقة بالميكسر، فينا نعمله بالايد كمان ما بتأثر ابدا. بنخليه اكيد تجمد شوي، كرمال هيك بدها على القليله اربع ساعات بالراد، على القليله ساعه لساعه ونص فريزر. بنحرك كل شيء مزبوط، بنرجع بس تما ننسى الدجاج تبعنا بنحركه شوي. شفتوا كيف هيك كلها اكشن؟ انا بحب الطبخ بس يكون في كذا شغله على النار، كذا طبخه على النار كما بيقولوا، بحب هيك دائما يكون في شويه حركه. الدجاج تبعنا ما بيمنع ابدا نحط له شويه اوريجانو، بما انه حطينا اوريجانو كمان بالكروتون تبع الخبز وقت عملناهم باول فقره. نرجع بنحرك، فينا كمان نطوم الدجاج، نحط حصص ثوم،
انا ما حطيت بما انه السلطه فيها ثوم والكروتون كمان فيهم ثوم، ما بدنا كمان يعني لا طخه ولا كسر له مخه، انتو كيف؟ لا عن جد يعني. اوكي من بعد ما حركنا مزبوط هون صار فينا نطفي النار تحت خلطتنا المشروم. انا تحت الهواء رح حطها بالميكسر، رح نعمل باز الصلصه تبعيتنا، هيدا اول شغله. الدجاج تبعنا بده يكمل ينطبخ على رواق. انا برجع بشوفكم تنختم مع بعضنا. بسلم لغاده، مدري لا في الموجز يمكن هلا في الموجز والبريك كمان بنشوفكم. نحن اخر فقره رح نرجع نكون معك طبعا. انا ما هلا رح ناخذ بريك مشان كل المشاهدين يلي رح يبقوا معنا حتى نتابع عالم الصباح. روس الناس مش مثل بعضها، كل واحد مختلف عن التاني. يعني مش كل ما تطلع موجة بدنا نلحقها كلنا، يمكن اللي بيناسبني ما بيناسبك. يعني بالمختصر ما فيك تحط راسك بين هالروس، لأنه قص الشعر بده معلمية. وبنوصل هلا نحن وياكم الى محطتنا التاليه والاخيره اليوم، يلي هي رح ناخذ فيها تفاصيل اكثر عن الاطباق يلي بلش الشيف فريد يحضرها مع رشه ملح. صح كنا شوي تيربو بالفقره السابقه بالاول، هلا عرفتي معنا هلأ. وقت معنا وقت ايه، بس كمان بالمطبخ دائما بحياتنا ما لازم نرتخي وما لازم يكون في، لانه دائما بدك تكون على حذر. مثلا هون في عندي دجاج على النار، ما لازم ننسى انه في دجاج، في عندنا هون كمان بعد غراض للسيزر بدنا نحضرها، يعني بضل في قصص هيك، بضل في حركه، بضل في اكشن. هيدا الحلو بالمطبخ. هلا شو عملنا هون؟ الدجاج تبعنا هون خلص، هذا الدجاج تبع السيزر. أوكي. اكيد سيزر بتتاكل يا اما مع دجاج او بلا دجاج، اليوم عم نجخها مزبوط فعم نعمل تشيكن سيزر. اوكي طبخنا دجاج مع زيت زيتون، رشينا عليك اكيد شويه اوريجانو، بس تنذكر بالاوريجانو اللي عندنا اياه كمان بالكروتون طبعا الخبز عم نهون اول فقره. حطينا شويه ملح، حطينا كمان شويه بهار، بس هي هي ولا أوكي. ولا ابسط من هيك. اوكي اوكي في عندنا كمان صلصه السيزر سالاد عملناها عم تسقع بالبراد. اوكي في عندنا هون مثل ما وعدناكم ضربنا تحت الهواء بالمكنه الخلطه تبع الفطر. اوكي المشروم صوص تبعيتنا، اكيد الفطر عملنا شغله كثير حلوه، انه بدل ما نكب القعوبه والقشر تبع الفطر استعملناهم تنعمل صلصه الفطر. رجعنا ضربناهم، واكيد هي ذاتها بالنهايه لانه الطعمه هي ذاتها، ان كان كعب الفطر ان كان الفطر هو ذاته. اوكي لكن من هيك وقت بنعمل صلصه ساعتها بنكون عم نوفر فطر ما بنكون عم نكب شيء. فيها وزن هيدي استيوس صغير، تريك صغير. حلو برافو مهضومه، هاي عجبتني على الاخر. عجبتك؟ تستعمليها بالبيت؟ لا ولا مره، عادة بنكبها. بتصيري تستعمليها؟ ايه بدي صير استعملها خلص. اكيد بدي صير استعملها. اذا هيك بسطتيني. لانه هو ديجا الشامبينيون بس تحطه على النار انه بيزم يعني قد ما جبت ترجع بصير هالقد. اكيد اكيد كيف لكن. اوكي هون لكن في عندنا الباز تبعيتنا مثل ما يكون شايفين سميكه كثير، رح نرجع نميعها مع شويه كريم فريش. اوكي نرجع كمان نحميها شوي كمل تاخذ كلها على بعضها. رجع نحط هون شوية كريم فريش. اوكي مش عم كتر كتير كتير. نرجع هلا بنحرك تاكل شي ياخد مع بعضه. اكيد بدكم تتفننوا، فيكم تحطوا ترافل اويل اذا عندكم زيت الكما، يعني فيكم تحطوا معجون الكما كمان، هيدي حسب كمان انتو شو بدكم تعطوا وجه للطبخة تبعيتكم وقدي اكيد ناويين تحطوا عليها. ايه اكيد لانه من هون رايح بصير فيها صح ارقام اكثر غير مزبوط. اوكي اوكي هلا بتشوفوا شوي لون الصلصه، لون جاي على رمادي شوي، بنشوف انه كمان جاي سميكه، يعني بدها تطلع معنا صلصه طيبه كثير. الدجاج تبعنا هون بدنا بس نقلبه شوي ناخذ. عم نقليه ولا عم نسلقه ولا شو عم نعمل فيه؟ حطينا شويه زيت زيتون بس. ايه وعم نخليه هلا ياخذ. اوكي عم نحط نار ما تكون قويه كثير، خلي البخار يطبخه. اكيد بما انهم سفاين كاملين بياخذوا وقت اكثر بكثير من الدجاج اللي عملناه للسيزر سالاد. اوكي بنقلبه شوي. هون بدي فرجيكم شغله مثل ما حتشوفوا هلا بالريسيبي اللي بدها تبين على الشاشه بعد شوي للتيراميسو.
ما في عنا غير صفار بيض. انا شو عملت؟ بدل ما كب زليل البيض عم بعمله ميرينج. رح ارجع اكمل شوي خفق تبعه حتى يقسى مزبوط. هيدا الشيء بس نجي نحط الميرينج تبعنا، ميرينج زليل، نحطه بالخلطه تبعتنا بنساعد شوي انه تقسى بعد اسرع مما لازم، لانه خلطه التيراميسو بتاخذ 4 ساعات، يعني مينيمم 4 ساعات بالبراد تبلش تقسى، فيصير فينا نستعملها ونطبق البلا تبعنا. هلا ماني متاكد انه اليوم حنقدر نطبق البلا لانه بتكون بعدها شوي مايعه، نشوف اذا بنقدر نشدها مزبوط بالبيت والا بنعملها بكره. بس يعني امانه كبيره، انا دائما شخص ايجابي. هلا في شيء بيزبط في شيء ما بيزبط، هلا اذا بدها 4 ساعات صعبه. نشوف. انا دائما بحب هيك بيقولوا بحب دائما تحدي اتحدى قانون وينين الطبخ. هيدي لذه. اوكي هون الدجاج تبعنا لكان فيني اتنقوز؟ تفضلي. سخنه؟ ما في شيء سبيشل لهي. بياخذ شوية وقت. هلا بنرجع بنحطه بعدين طنجره الأ للطنجره ب يلي فيها الصلصه تبعتنا ونكمل خلطه. هون الزليل تبعنا قسي مزبوط. حطيت سكر؟ حطينا شوي سكر شي انه صارت مثل الموس ارازيه او مثل المعجون الحلاقه. السكر كمان بيساعد يقسي بعد اكثر الزليل. اوكي بناخد ملعقه خشب. انا غليت. اتركيها تغلي، ما بيصير لها شيء، بالعكس احسن. اوكي شفتوا كيف عندي شف. صار مرنج قاسي كثير جاي كامش كثير. هيدا الشيء اللي بدنا اياه، هيدا الشيء بيساعد كمان يقسي لنا خلطه الماسكربون. دائما وقتها بنكون عم نحط مرنج بقلب خلطه ثانيه بحياتنا ما بنعملها دفعه واحده، بنعملها دائما على مرتين او ثلاثه. واكيد نستعمل سباتول دائما احسن بكثير من ملعقه خشب لانه انعم وما بتجي بتفكس هالمرنج. برم ما هيك؟ صح دائما. اوكي من الخارج للداخل. اوكي بنروح برم، اكيد بنطول بالنا لانه ما بدنا المرنج تنفقش كثير، تخليها هيك تقسي لنا خلطتنا. نرجع بنحط بعد شوية مرنج. هلا بندخلها فريزر تنشوف اذا مع شوية حظ تكون قسيت، مع انه مثل ما قلت لك بدها وقت. بس دائما ما بحب انا اعمل شيء تحت الهواء واقول لهم ايه عملنا هيك وهيك، بحب دائما المشاهدين يقدروا يشوفوا يتعلموا التكنيك. ما علي اذا رجعنا طبقناها بكره مش هالمشكلة ابدا، بالعكس بنكون عم نشرحها بعد اكثر. اي اكيد نرجع بكره نفوت بالتفاصيل ونرجع نطبقها مزبوط. مزبوط. اوكي من بعد ما اندمجوا مزبوط نرجع نبرمهم شوي بس تياخذوا على بعضهم. اوكي مثل ما شفتوا الخلطه تبعتنا صارت اقسى بكثير اكمش بكثير، بس بعد منها كامشه كفايه طبيعي. اكيد. اوكي بنحطها على جنب، بنحطها فريزر، خليها تقسى. باي باي. باي باي. في طنجره هون فيها ما عرفت شو، انا ما انتبهت. قولي لي هون شو فيها؟ هيدي كانت القهوة اللي استعملناها للبسكويت تبعنا. هو الليدي فينجر أو أصابع الست. بتعرفي هيدا البسكويت بيجي أوفال شكله؟ شفتوا كيف انهرس دغري؟ ماشي شي إنه القهوة دقت فيه. طبعاً. نحطها. هلا فكرة التطبيق هي نعمل أول شي طبقة أصابع الست، نرجع بنحط خلطة الماسكربون اللي عملناها هلا للتيراميسو، نرجع نحط طبقة ثانية، نرجع نحط بعدين طبقة آخرة من التيراميسو، خلطة التيراميسو، نرجع آخر شيء بس تقسى معنا مزبوط بالبراد، بنحط فوقها بودرة الكاكاو. اوكي؟ هيدي هلا إذا بنحطها بالبراد كمان؟ هيدي ما ضروري نحطها بالبراد، بس إنه هلا بما إنه بدها تقعد معنا لبكرة، بنحطها بالبراد كرمال تكون يعني كمان ما تنتزع. صح. هون خلطتنا الأساسية عملناها للدجاج، صار فينا هلا نزيد فوق الدجاج كرمال هيك. ناخد ملقط ونصير ناخد سفينة سفينة. ما بدنا اياه هون كثير حمر. ايه لا بس بالعكس نحن ما بدنا اياه هون مع لون هولي لأنه عم نعمل خلطة بيضة. اوكي هلا أكيد لازم بعد يقعدوا منيح تيستوى مزبوط. شو فينا نحط حدا؟ هلا بدنا نحط فطر، ما انا اشتغلت بالفطر حطيتهم 4 قطع كل حبه كرمال شو؟ كرمال هلا نضيفهم
فوق خلطتنا. انا قصدي حدا حدا يعني باتريز. اذا بدك تعملي شيء بيظهر شوي عن العاده فيك يا اما تعملي كسكس طيب كثير معه وبيعطيها طابع شوي فيوجن، يعني بيكون عندنا مغربي على ايطاليا، يعني هيدي عاده تسمى بايطاليا بولو اي بورتشيني. فينا كمان نحط حدا بولنتا اذا سمع بالبولنتا. فينا كمان نحط رز يعني بكل بساطه. اوكي بدنا نتركها بعد نخلطها مزبوط. بدنا نتركها هلا نخفف تحت النار بما انه الصلصه تبعتنا سمكت مزبوط. الفطر كمان ما بدنا اياه ينهرس كليا، بدنا نخفف على الاخر. نخفف شوي صار فينا نزيد رشه بهار، فينا كمان نرجع نحط شويه ملح. اوكي بنرجع نخلط شوي قبل ما نسكر فوقها وننسيها. هلا اخر شيء على التقديم حنحط كمان حبق، بيلبق لها كثير. حبق ما تحطه وقت تكونوا عم تطبخوا لانه كمان بيعطيه اول شيء مروره مش طيبه ابدا. اخر شيء ايه طبعا دائما. وثاني شغله انه الورقه كمان بتصير هيك بتدبل معكم. انا كثير بحب الحبق. اوكي صار فينا نغطي فوقه مثل ما خبرناكم، بنخفف النار كمان نخليها على مهلها تاخذ. ما عندنا شيء، نحن ناطرين. ما عندنا شيء، عندنا بس هلا شو تطبيق السيزر. اوكي اوكي ناخذ جات، مع انه عندنا كميه كبيره رح ناخذ جات كريم. هلا فيك تعمل جاتين كمان مش غلط. واحد لهون واحد هونيك. مش غلط ابدا. ناخذ كمان جات كرمال نقدر نخفق كل شيء ومنبلش. اول شغله بنعملها بنظهر الصلصه من البراد يلي هي شو كنا حاطين فيها؟ كنا حاطين مايونيز وخردل وشو كمان؟ ما بتعرفي ابدا؟ بقلب صلصه السيزر. جربي هيك احذري. كريم فريش؟ لا ما في ابدا. غلطتي. بس مايونيز وموتارد و خل ابيض. اوكي عصره حامض. بهار ملح بس. ذاتس ات. اوكي بس بعدين فيها لعبه المقادير اكيد، هي اللي اكيد تعطيها الطعم الطيبه. طبعا. اوكي ونسينا شغله اساسيه كثير، 6 حصص ثوم. ايش السيزر المرتبه ما بتتاكل بلا ثوم اكيد. اوكي لكن هون صار فينا نبلش. اول شيء بنحط الخس تبعنا، ناخذ نوعين خس، في عندي خس العربي او يلي يسمى عاده الرومان مش العربي. اوكي بنقطعهم تقطيع خشن كثير لانه السلطه ابدا مش طيبه تتاكل وقت تكون ناعمه كثير. اوكي نرجع ناخذ بعد وحده قبل ما نقطعهم، بس تما يكون في عجقه نشيل شوي كل شيء كان مش عايزينه. اوكي خس بعدنا بالخس، ما شفت شيء من السلاد بعد. الشعب بده خس لانه بده سلاد كامله والطبخات طلعت ريحتهم. اكله فيني ارجع اتنقوز كمان مره؟ اكيد لأن يعني انه طلعت ريحتكم. اوكي الخس تبعنا بنتبله شوي بالصلصه، اكيد ما بنحط كل الصلصه، بنحط بس شويه صلصه. نرجع نخلط، فينا ناخذ كمان كف بعد احسن واحسنين لانه دائما السلطه انا دائما بقول مهم كثير الواحد يخلط بالايد مزبوط عشان الحركه الحلوه. يا فتوش تبوله سلطه طبعا عن جد. لا عن جد بتاثر كثير. اوكي حطينا شويه صلصه، ما حطينا كثير كمان لان ما بدنا الخس تكون عم تسبح. لا تخو ولا كسلوا مخو. طيبه كثير صوص طيبه. ايه هي وقتها تكون مصلصه، هيدي كلمه عاده بالكنترول ما كثير بحبوها، انا بحب كثير اقول صلص الاكلات. بتحط صلصه. اوكي بنعمل لكن قاعده خس بنوزعهم بشكل
يكون ايكول يجي على كل الجات تبعنا. انا دائما بحب كمان اعمل مثل جوره، كمان حط المكونات الباقيه اوكي، والخس يضل هيك غامرهم دير من دارهم. نرجع هلا ناخذ البارميزان المبروش نحطه من ميله. مبروش كبير مقطع يعني بلوتو؟ ايه مبروش. ايه مش مبروش صغير يعني. ايه لا مظبوط، مبروش شرحات مظبوط صح، مش مبروش بودره، مبروش شرحات. بنحطه بنوزعه مثل ما لازم. بيرجع عنا هلا الدجاج اللي عملناه، ناخذ الدجاج ناخذ ملعقه بنحط الدجاجات تبعولنا من ميله. بس من ميله؟ اليوم هيك مزاجي. كتر 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 يلا جو جو. اجرمي اوكي. لكن صفى عنا الدجاج من ميله، بارميزان ارضيه مع الخس. اذا انتبهتوا ما كترت الخس لانه في عنا مكونات ثانيه كمان كثير طيبه. بما انه اليوم عم نعمل سلطه شوي ثقيله قلنا يلا خلينا مش على الميله، مش على الجهه اللايت كثير. لا لا ما في لايت مع السيزر. لا مع السيزر ما ممنوع. في عنا الكروتون اللي عملناه هون، رح نذكركم كيف عملناهم اذا ما كنتوا عم تحضرونا اول حلقه. اول فقره الكروتون حطينا زبده، ذوبنا زبده بالمقلايه، جانا حطينا الكروتون، حطينا كمان ثلاث حصص ثوم نقورناهم بالشفره اوكي بس تيكبوا شوي الزوم تبعهم، حطينا اوريجانو، حطينا رشه ملح ورشه بهار، طلعنا هالكروتون طيبين. اوكي واكيد ما خفنا ابدا نحمرهم مزبوط، ده بدهم يتحمروا اكيد لانه الكروتون مش احمر مش طيب وبيعطي هيك طابع شوي اصطناعي، عرفتوا هول الكروتونات اللي بنشتريهم من السوبر ماركت. جود اوكي. من بعد ما خلصنا الكروتون في عنا التشيري توميتو والبندوله الكرزيه. عاده مشاهدين بتصيروا تعودوا علي بحب عاده اقطعهم، بس للسيزر سالد بحب شوفهم مثل ما هن شقفه واحده. هلا مش الكل بيحطوا تومات بالسيزر، فينا ما نحط تومات، فينا ما نحط دجاج كمان. انت بتحب التومات؟ اوكي. لا فكرت ما بتحبي. انا قلت عادة ما بحط، بس انا مش انا حط شو بدك. هلا لمستنا الاخيرة صلصة، جاي نحط صلصة شوي هيك دير من دار السلطة تبعيتنا. ما تبقى من الصلصة بنحطه بصوصيرا اذا حدا بحب يزيد، اذا حدا بحب يزيد. مع انه مثل ما شفتي يعني ابدا ما قصرنا بالصلصة. اوكي فينا نقدمها هون؟ بدنا نبلش نقدم، بلش نشيل اول شيء قصص مش عايزينها. هي خلص؟ ايه الا اذا بدك فنجان قهوة. ميرسي ابدا. نرجع كمان بنشيل لكن اصابع الست اللي رح نشتغل انا وياكم سوا بكره فيهم. بدهم يروحوا بعدين على البراد؟ ايه اوكي اوكي. هلا صار فينا نرجع نركز على الدجاج. الدجاج تبعنا خلص، بس ندوق نشوف البهار والملح تبعه. هيدا دائما السيزنينج اهم شغله بالعالم، والدواء دائما الدين الثاني وقت اكون بالمطبخ. هيدا الشيء دائما بكرره، بحس انه بحياتي ما بكرره زياده. دائما واحد لازم يدوق اهم شيء، حتى لو حاطط كل ال اكيد لانه مرات الانجريديون النوعية بتفرق اوكي من مكونة لمكونة. مثلا هون لاحظت انه ناقصها شوية ملح. بنحط لكن شوية ملح ناقصها كثير هيئتها. ايه بس هي بتاخذ منيح لانه بورسيون كبيرة اسم الله. اوكي بنخلط لاخر مرة، نرجع ناخذ جات يكون كمان مهضوم ويكون غميق. نرجع هلا كمان تنقدم نحط الجات تبعنا. عم بسمع خي. اكيد غادة عم تتشهى لانه طيبه كثير مع ال مع الفطر. مع الشامبينيون الفطر تبعنا اكيد صار هلا
مطبوخ مثل ما لازم، بنحط ثلاثة أو أربع شقف، بنحط بعد شقفة بتغلط، مش غلط أبدا. أكيد نرجع هلا ناخذ كفكير صغير بنشوف، كمان نحط شوية صلصة، اوكي هاد كفكير تاني. نرجع هلا ناخذ كلينكس صغير بنمسح بس دير من دار الجط تبعنا، اوكي دائما التقديم لازم يكون مرتب ولازم اكيد يعطينا هيك شهية. نرجع ناخذ ورق الحبق بنورق الحبق تبعنا، اوكي بدك تفرمهم؟ لا ابدا، بحب انك تحطهم مثل ما هن، اجمل بكثير. اكيد حط ورقه، نرجع نحط دير من دار الصحن كمان ورق حبق. عظيم عظيم عظيم، اوكي جريت. شفت كيف مرات الواحد فيه يغير وجه الطبخه، تكون هي اصلا بايخه شوي، فيها تبين بايخه اول شيء، بس نحن هيك بنلاقي الشغله. مش بايخه، قلنا ثلاث ساعات عم نشتغل هلا. ايه مظبوط، وانا حركت وتعبنا يعني. انت ايه عن جد، يعطيك الف عافيه. لا طيب جملتي لنا الطبخه. جريت. صار عندنا لكان الدجاج الطلياني بالفطر، فينا كمان تنتسلى بس نرجع ناخذ شويه فطر ونرجع نسقط الفطر هيك على الوجه. جريت. اوكي شيف فريد ميرسي لك، لكن اليوم تشيكن سيزر سلاد مظبوط، ودجاج مع صوص الشامبينيون صح، وبكره بدهم يتابعوك ضروري ضروري حتى يكفوا التيراميسو. طبعا اكيد وعد شرف. ميرسي لك مشاهدينا، اذا بكره عالم الصباح الساعه 10. Baby back 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 get up get up.